كاب اف ام الكلمة ليك القذقذي مات ينعم القذقذي اللي اقتل بالعيد القذقذي اللي اقتل براهمي القذقذي اللي زعزع الشعام بوقت الجنود القذقذي اللي بسبع رواح والسوبرمان القذقذي اللوم انفيزيبل قتلوه وهو متحزم بحزام ناسف وناوي يزيد يسيل دم توانسة اخرين القذقذي مات ومات السر معاه ممكن هو قتله اما التوانسة قالوا شكون حرض شكون قتل شكري بالعيد وشكون اللي كفر؟ شكون دفع حق الكرتوش؟ شكون شرى الفيسبا؟ وشكون سب ليسونس فيها؟ شكون خبى وشكون استنفع؟ وقالوا زادا شكون اللي سبوا وقال فيه كلام؟ وتوانسه قالوا شكون اللي قال مسرحيه؟ وقال زادا شباب يبشروا بثقافه جديده؟ وقالوا زادا شكون اللي قال يتدربوا على الرياضه؟ شكون اللي تستر؟ وشكون اللي طفى الضوء؟ عام تعدى وقلوبنا ترحي على السيد من سيود تونس، حياك بابا حياك. بابا حياك وعلى جسر المسيب بياك، انت ويسرى معها مثل والله ما نسمعك. الصوت يصلح لا لا يصلح للغناء زاد. كان تشوفوا صوته في الغناء هيا هيا شكري هيا شوية شوية هدو مع بعضنا هيا حياك بابا حياك هذا فرح ملا بياك هذو للعبدبوني الله الله هذو للمرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني الله 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 والله يا نهارك يا شكري بس الدور بس الدور والكراسي معنا قبل ولا تصوير الكراسي شكري بالعيد ونغني نغني ونحب ونغني عام تعدى وقلوبنا ترحي على السيد من سيود تونس حياك بابا حياك بموتك تحت حكومة وطلعت أخرى وما تبدل شيء القذقذي قعد طالع هابط للجبل يزرع في الألغام ويذبح في العسكر يهرب في السلاح ويصنع في المتفجرات حتى لين طاح سيد آخر اسمه الحاج البراهمي باش عرفوا التوانسة أنه مستحيل نكملوا هكا التوانسة شعب محبة وقلوب كبيرة والدم والكرتوش جديد علينا وقرر أنه يكفي وقيت باش نقلبوا الطاولة على ملعبية السياسة الغفاسة ونجيبوا جماعة صحاح وقيت باش نتلموا على طاولة واحدة ونتفاهموا ونقص صوتنية على وباش يلزمنا ناقفوا لتونس ينعم يلزمنا ناقفوا لتونس كلمته اللي فهمتوها كيمات وكيكتبها لكم بدمه اللي ساح شكري بالعيد روح الشعب اللي مشى في قافلة الشهداء من بن غذاهم لفرحات حشاد البن يوسف الله يرحمهم نهنيك اللي دمك ممشاش حرام دمك سقينا به ورود تونس الجديدة اللي باش تنور وتزهر في ربيع صحيح الله يرحمك يا شكري 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 كاب اف ام الكلمة ليك